في الآن ينضم إلينا الأستاذ دكتور سامي أبو زهري القيادي في حركة حماس. تحياتي لك دكتور. يعني الحديث في واشنطن يقول إن الكرة الآن عند حماس، الموقف إسرائيليا يعني يقولون إن الظروف نضجت لإتمام اتفاق، ولكن ما يعني يصدر عن مصادر سواء من الحركة أو مقربة منها لا تتحدث بهذا التفاؤل ولا تتحدث عن تقدم، فما الذي جرى في هذه الجولة دكتور سامي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ما نسمع عليه في وسائل الإعلام على لسان قادة الاحتلال والقادة الأمريكان هو مجرد مناورات إعلامية ليس أكثر، لا علاقة لها بحقيقة ما يجري على طاولة المفاوضات. عملية الاحتلال الصهيوني حتى اللحظة غير جاهز لدفع الثمن، لدفع أي أثمان. مطالب المقاومة الرئيسية تتعلق بوقف للحرب والعدوان على أهلنا وشعبنا، الانسحاب الإسرائيلي من غزة، وعودة النازحين بشكل حر وكامل، وفتح المعابر بشكل حر من جميع المعابر. حتى اللحظة الاحتلال الإسرائيلي يرفض الاستجابة لأي من هذه المطالب بشكل مطلق باستثناء موضوع عودة النازحين، حيث يريد التحكم بهذا الملف من خلال السماح فقط بعودة محدودة ومشروطة لبعض النازحين. ما دون ذلك الاحتلال غير مستعد لدفع أي أثمان. ما تريد الإدارة الأمريكية والاحتلال الصهيوني فقط هو استعادة الأسرى الصهاينة. وحينما تحدثون أن الأمور هناك ضغوط من بايدن على نتنياهو وما إلى ذلك، المسألة مرتبطة فقط بموضوع الأسرى من كلا الطرفين. ونحن نقول أن العقدة الحقيقية هي في مدى التزام الاحتلال بوقف العدوان على شعبنا. يوم أمس كنا نستمع لوزير جيش الاحتلال جالنت حينما كان يقول أنه نحن سنكون علينا أن نكون جاهزين لدفع أثمان من أجل سعادة الأسرى، وبعد دفع هذا الأثمان سنعاود القتال مرة أخرى. نعم، وقبل قليل دكتور سامي خرج بنيامين نتنياهو وقال لقد حدد تاريخا لعمليات رفح، وهذا يصب فيما ترمي إليه. طيب، عن مدى التزام الاحتلال بأي بند طرح أو أي تعديل جرى على ما طرح سابقا، هل كانت هناك أي تفاصيل عن أي ضمانات؟ يعني الحديث الآن يدور عن احتمال هدنة لستة أسابيع، هل هناك أي تفاصيل وضمانات حيال هذا الأمر طرحت على الأقل؟ نحن نتحدث عن وقف الحرب على غزة. الاحتلال يريد أن يكون هناك هدنة خلال فترة تبادل الأسرى، وبعد ذلك يستمر في العدوان والقتل والتدمير والتجويع كما يريد. ذلك هذا بعيد تماما عما نريده. الاحتلال يعتقد أن المقاومة الفلسطينية هي في حالة ضعف، وبإمكانه أن يفرض ما يريد من إملاءات وشروط وأن يستمر في أعمال القتل بحق شعبنا الفلسطيني، وهذا لا يمكن أن نقبل به أو أن نسمح به. هذه المفاوضات نحن تعاملنا معها بكل إيجابية وبكل مرونة، وكنا نأمل أن تنجح، ولكن الموقف الإسرائيلي و الموقف الأمريكي المتماهي إلى حد كبير مع الموقف الإسرائيلي لا زال يعيق التوصل إلى أي اتفاق. دكتور، تحدثت عن أنه ربما يعني طرأ تغييرات على إشكالية أو بند عودة النازحين. هناك الكثير يتم تداوله حاليا في الإعلام بأن الرقم الذي كان محدد ب2000 نازح يوميا بات 6000 نازح، ومع مرونة في يعني عدم التفتيش وإلى ما ذلك. هل لك أن تضعنا بالفعل ما الذي طرح بخصوص عودة النازحين وهو أحد مطالب المقاومة الرئيسية؟ يعني ما يطرح الاحتلال يعني هو التحكم بحركة عودة النازحين. عمليا المسألة ليست بالنسبة لنا في الأرقام كم يعود يوميا. يجب انسحاب الاحتلال، وحينما ينسحب الاحتلال طبيعي أن يعود النازحين بشكل حر إلى المناطق التي خرجوا منها. أما أن نسمح الاحتلال بالتحكم في بالبقاء والتحكم في شعبنا، فيسمح لمن يريد ويعتقل من يريد ويقتل من يريد، هذا أمر غير مسموح.
عمليا حينما يتحدث الاحتلال انه سيسمح لاعداد بالعوده، هذا هو اصلا جوهر المشكله بالنسبه لنا. الذي خرج من بيته تحت القتل والقصف يجب ان يمكن بالعوده الى بيته، وحتى الاحتلال هو لا يتحدث عن عوده الى المناطق التي اخرج التي نزح منها المواطنون تحت القصف والقتل، هو يتحدث عن عوده للنازحين الى اماكن مراكز جديده، وهو الذي يحدد اماكنها، وبالتالي هو يريد ان يتحكم في هذا الموضوع بشكل كامل، وهذا يعكس حاله المراوغه وحاله استمرار العدوان واستمرار السيطره، الرغبه اسمح لي بالسيطره سأسأل السيئونيه فقط في الميدان. لمحاوله فهم يعني التصور الإسرائيلي، مخيمات الإيواء أو مراكز الإيواء التي يشترطها لعودة النازحين وليس إلى مناطقهم أو بيوتهم، هل واضحة أين هي؟ هل ستنشأ لأجل هذا السبب؟ أسأل فقط لفهم التصورات الإسرائيلية وتفضل. الحديث في العموميات ليس أكثر، ونحن من حيث المبدأ نرفض البحث أصلا في مثل هذه المواضيع، نحن نريد انسحاب الاحتلال وتمكين النازحين أهلنا الذين نزحوا تحت القصف إلى العودة إلى بيوتهم، هذا ما نريده، بالتالي لا مجال بالنسبة لنا للخوض في تفاصيل ليس لها معنى وليس لها قيمة وغير مقبولة علينا في حركة حماس. الاحتلال هو يريد أن يحصل على ما فشل بالحصول عليه في ميدان القتال، هذه الحقيقة، والإدارة الأمريكية تدعم الموقف الإسرائيلي حتى وإن كان هناك تباين في مسألة أعداد الأسرى وما شابه، لكن الموقف الأمريكي هو متماثل مع الموقف الإسرائيلي الذي يدعو إلى استمرار العدوان واستمرار القتال. دكتور سامي، وبناء على ما تتفضل به، يعني أفهم من كلامك، صحيح لي إن كنت مخطئة، بأنه هناك ربما اعتقاد أو قناعة لدى حماس بأن الهدف المطلوب الآن هو عودة المحتجزين الإسرائيليين، وما إن تتم هذه العملية حتى يعاود الاحتلال كل ما سبق. هذه هي القناعة لدى حماس حاليا، وإذا كانت فما التالي؟ ما الخطوة التالية؟ نعم صحيح، كل ما يجب الحديث عنه على طاولة التفاوض هو تبادل الأسرى، استعادة جميع الأسرى الصهاينة مقابل عدد محدود من الأسرى الفلسطينيين، بقية النقاط الرئيسية وفي ذروتها وقف العدوان على شعبنا وأهلنا، هذا غير مطروح على طاولة التفاوض، وهذا ما يعيق التوصل لاتفاق. نحن تعاطينا بمرونة ليس من منطلق الضعف، وإنما من منطلق الحرص على حق دماء شعبنا وقف هذه المجازر المستمرة، ولكن نقول أنه هذا الموقف الأمريكي الداعم للاحتلال خاصة فيما يتعلق بموضوع استمرار الحرب، هذا بلا شك يسهم في ازدياد الاحتقان ويسهم في اتساع مساحة الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي ومصالح هذا الاحتلال، لذلك من مصلحة الإدارة الأمريكية أن تعيد تقييم الموقف وأن تأخذ موقف جدي لوقف الحرب. ما يجب أن يعلم الجميع أن الإدارة الأمريكية هي تؤيد الاحتلال في استمرار هذه المعركة واستمرار القتال، فقط هي تتحدث عن تبادل الأسرى والحديث عن الأرقام بين كلا الطرفين، هذا كل ما تحدث عنه، ولا تساهم في الضغط على الاحتلال لوقف العدوان على المدنيين الفلسطينيين. القاهرة الآن بانتظار ردود من حماس ومن الاحتلال دكتور سامي، فيعني إذا كان هذا هو يعني ملاحظات حماس على المقترح الأخير أو الطرح الأخير، فهذا يعني بأنه لم يحقق شيء في هذه الجولة، بالتالي كيف سيتم التعاطي مع المرحلة المقبلة؟ هل سيستمر التفاوض؟ نحن لم نغلق باب التفاوض وجاهزون للاستمرار في ذلك في اذا ما كان هناك اي تغير في الموقف الاسرائيلي. الاخوه في القاهره والدوحه يعلمون موقف الحركه جيدا، قبل يعرفون هذا الموقف قبل انعقاد هذه الجوله، وتم التاكيد على موقفنا خلال هذه الجوله. نحن لا نطرح امورا تعجيزيه، الصهاينه يعلنون موقفهم بوضوح، نتنياهو قبل قليل تحدث عن استئناف المعركه والقتال،
جالان قال سنعقد صفقة تبادل ثم نعود للقتال، إذا ما قيمة أي مفاوضات في ظل هذه المواقف الإسرائيلية؟ شكرا جزيلا لك دكتور سامي أبو زهري القيادي في حركة